بعض البلدان يقولون إمساكية رمضان، فيقول لك الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، الإفطار، العشاء، السحور، الإمساك، فيجعل لك خانة للإمساك 10 دقائق قبل دخول إيش؟ وقت الفجر. هذا باطل ولا يجوز نشر هذا. لماذا؟ لأنك ألزمت الناس بعبادة لم يلزمهم الله بها، وهو القائل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ربنا قال لك كل حد ما يأذن الفجر، سمعت الأذان أمسك. وهذا ألزم الناس بماذا؟ بأن جعلهم وقتا لم يلزم الله عز وجل عليهم. فانتبهوا لمثل هذا، فإن جاءتك مثل هذه الإمساكيات أرجعها لصاحبها وقل له لا يجوز نشر هذا، إلا أنك تمسح الخانة هذا اللي اسمه إيش؟ ما يسمى بالإمساك، لأن الإمساك عبادة شرعية دل فيها الدليل أن متى نمسك؟ لما نسمع إيش؟ حينما يطلع الفجر الصادق. نعم.